بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر الوطن العربي، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الراي الاخر. في مستهل الحديث او بادئ ذي بدء، اسمحوا لي ان انا ابدا بس بلفته انسانيه للرئيس الانسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه العيد اللي فات كان في لفته انسانيه وطيبه من السيد الرئيس، ان هو وزع هدايا على اسر شهداء الاطقم الطبيه، ودي مش أول مرة، دي يمكن للمرة الثانية على التوالي، خاصة بعد جائحة كورونا. أيضا لا ننسى أو نغفل جانب السيد الرئيس وجانب الحكومة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، بدءا من وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السوداني، العلاقات الثنائية، الموقف الأخير اتجاه قمة فرنسا مع الرئيس ماكرون، مع رئيس فرنسا السيد الرئيس ماكرون. أيضا صرف إعانات تقدر ب 500 مليون دولار لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني. الحقيقة برضو أيضا العيد السابق، يمكن أول يوم العيد، يمكن شاهد محافظ سوهاج السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج صلاة العيد، رافقه خلال تلك الصلاة اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج. أيضا برضو من ضمن المشروعات اللي تم إقامتها في الأونة الأخيرة خاصة في محافظة الفيوم، رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء سامي الشناوي رافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في افتتاح موقف سيارات على شكل نموذجي يخدم أبناء الصعيد بالكامل. أيضا محافظ أسوان على لسان السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن صرف حوالي 83 مليار جنيه لمشروع أرض درة النيل. أيضا ينظم المجلس القومي للشباب مؤتمرا اقتصاديا واجتماعيا وعالميا حول دعم أبناء الوطن. أيضا برضو من ضمن اللافتات برضو الإنسانية برضو اللي شفناها في العيد اللي فات، برضو أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج يمكن وزعت هدايا على الأطفال في مصر، ما يقرب على 91 ألف ابن من أبناء مصر، ودي لفتة إنسانية من وزارة التضامن الاجتماعي. أيضا في مستهل الحديث أو بادئ ذي بدء، عايز بس أن أنا أذكر مجموعة من التهاني. أسرة برنامج الرأي الآخر بالتلفزيون يتقدمون بتهنئة إلى الأمورة فريال مالك بداري بمناسبة عيد ميلادها. تهنئة مقدمة من أسرة البرنامج للأستاذ مالك أحمد بداري منسق العلاقات الخارجية للبرنامج. أيضا تهنئة مقدمة إلى الأمور أمير محمد زاهر رئيس نقطة كومبا الدار بالمنشاة سوهاج، ابن السيد النقيب محمد حمدي زاهر. خالص التهاني إلى السيد النقيب محمد حمدي زاهر. أيضا أحب برضو أن أنا أهني يعني على الجانب الرياضي منتخب قرية الشاولة، يمكن عمل بطولة رياضية في رمضان السابق، والحقيقة المنتخب الشاولة حاز لقب الفوز واستحق الكاس على تلك البطولة الرياضية، فتهنئة برضو مقدمة من أسرة برنامج الرأي الآخر بالتلفزيون. برضو من ضمن برضو اللافتات الإنسانية، الحقيقة يعني إعادة النظر ومطلب شعبي بعودة، يعني إحنا بنسمي عندنا بعودة أسد المحليات الأستاذ وائل الشقيري إلى مجلس مدينة المنشاة، ونرجو النظر وإعادة التحقيق، لان الحقيقه الاستاذ وائل الشقيري كان من يعني من رجال التنميه المحليه اللي كان لهم بصمه وعلامه بارزه في العمل الميداني والعمل المحلي. من حيث التحول الرقمي ورؤيه مصر 2030 وموقف مصر من القضيه الفلسطينيه، هيكون معي بعد الفاصل السيد اللواء ممدوح مقلد مساعد وزير الداخلية الأسبق، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الأسبق، والدكتورة شاهناز عطية دكتوراه في الاقتصاد وإعلامية وصحفية. فاصل لاستقبال الضيوف.
عودة مرة أخرى بعد الفاصل. يمكن إحنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن التحول الرقمي، رؤية مصر 2030، موقف المصري من القضية الفلسطينية. بس حابب أنا أرحب بضيوف الكرام معي ومعكم اليوم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبق، وعضو مجلس النواب الأسبق، مدير أمن المنيا الأسبق، والذي رشح أكثر من مرة لمنصب المحافظ أكثر من مرة، ورشح أكثر من مرة وزيرا للداخلية، معي ومعكم اليوم السيد اللواء ممدوح مقلت. أهلا وسهلا سيادة اللواء. أهلا وسهلا يا فندم، سعادتك وسعادة المشاهدين. أيضا معي ومعكم اليوم الدكتورة شاهناز عطية، إعلامية وصحفية وباحثة في الاقتصاد والعلوم السياسية. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا بحضرتك. أول أسئلة أطرحها على السيد اللواء ممدوح مقلد، يمكن شفنا السوشيال ميديا والأخبار موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية فيما يتعلق باللقاء الثنائي بين وزيران الخارجية المصري والتونسي، المساعدات اللي قدمتها مصر للجانب الفلسطيني، القمة الفرنسية الأخيرة من أجل دعم مبادرة القضية الفلسطينية. تعليقك السيد اللواء. هو الحقيقة كل هذه المواقف اللي سعادتك أشرت عليها باستفاضة دي كلها بتؤكد أن موقف مصر من تجاه القضية الفلسطينية موقف واضح وموقف ثابت وموقف قوي. أولا هو موقف تاريخي، موقف تاريخي. مصر خاضت ثلاث حروب عشان من أجل القضية الفلسطينية، 48 و67 و73، كلها علشان خاطر العودة إعادة الحق الفلسطيني لصاحبه. دي رقم واحد. رقم اثنين، مصر قدمت 100,000 شهيد في خلال الحروب دي كلها من أجل تحقيق أهداف القضية الفلسطينية، يضاف إليهم عدد مماثل آخر من الجرحى. يعني مصر قدمت خلال الفترة السابقة العديد، ومصر من النواحي الاقتصادية والحروب شهداء جرحى. مصر دخلت في أكثر من 20-30 سنة على بعضها وهي بتمر بظروف اقتصادية غاية في الصعوبة نتيجة الإنفاقات التي كانت تصرف على الحروب وعلى الدفاع عن القضية الفلسطينية. ولحتى هذه اللحظة، لا يعني ده كله ده سرد تاريخي، لكن هل هذا سرد تاريخي فقط وأصبح النهاردة مصر بعيدة عن القضية الفلسطينية؟ بالعكس، مصر ما زالت بتدفع الكثير والكثير والكثير من مواردها ومن إمكانياتها للمساندة القضية الفلسطينية. النهاردة مصر، بس يمكن يجوز قبل كده، يعني غزة دخلت في أكثر من موقف مشابه لما يدور في هذه الأيام، وربنا سترها وما قدرتش إسرائيل أنها تحقق أهدافها، لأن كل الحروب اللي بتقوم نتائجها بتتحقق وفقا لتحقيق أهدافها. يعني شفنا في 2004 وشفنا في 2010 تقريبا اقتحامات داخل غزة، وفي النهاية برضو الجانب الإسرائيلي لم يستطيع أن يحقق شيء. كل اللي جابه شوية خسائر خسرهم للقضية الفلسطينية، للمنشآت، شهداء، قدمنا شهداء، قدمنا جرحى، لكن أهداف تركيع الشعب الفلسطيني، إرغامه على قبول وجهة النظر الإسرائيلية، كل هذا تحطم تماما. وبالعكس النهاردة احنا بنلاحظ ان في أمور كثيرة جدا تطورت في هذا الشأن، اللي هو ايه؟ جانب كثير جدا من الرأي العام الأمريكي برا بدأ النهاردة يتنامى بشكل درجة ان بدأت القيادة السياسية هناك انها تلتفت اليه وانها تراعيه، اللي هو ايه؟ حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، حقه. النهارده بنبص نلاقي ان اغلب دول العالم النهارده بره بتنادي مستنكره الموقف الاسرائيلي استنكارا. ثانيا النهارده في صيحات كثيره، اخرهم لسه من كام ساعه رئيسه المانيا المستشاره الالمانيه ميركل بتقول لابد ان احنا نجري حوار غير مباشر مع حماس. يعني حماس اللي كانت بتصنف لسه بالقريب انها منظمه ارهابيه، بدأ النهاردة العالم كله يلجأ إلى أن هو يقول أن إحنا لابد أن إحنا نتفاوض معها. عدة دول كثيرة بتقول يجب أن إحنا نتفاوض مع حماس بصفتها أنها لها كدولة،
زيها زي السلطة الفلسطينية. وإحنا النهاردة بنلاحظ حاجة إن ما يدور بيدور في غزة، غزة تحت قيادة حماس، الضفة الغربية تحت قيادة الدولة الفلسطينية، الدولة الفلسطينية. فالنهارده يعني لكن الحروب الحالية شغالة على غزة فقط، فغزة فقط عشان قطر تحت القيادة حماس. بدأت النهارده الدول تقول لك طب لا، المفروض إن احنا برضو نتفاوض مع حماس عشان نصل إلى حد. الجانب المصري وسط كل هذه المهاترات لم يتراخى، لم يتوانى عن مساندة القضية من حيث من نواحي السياسية. النهاردة بنتحرك على كافة المستويات. بس اللي أنا بلاحظه المرة دي إن لأول مرة مصر بتضغط، بتقوم بدور وبتناشد مش بوقف إطلاق النار وبس، لأ، وقف إطلاق النار وتحقيق إحنا عاوزين نوقف الأعمال اللي عشان ما نرجعش مرة تانية إلى الاشتباكات الأخرى المتجددة دي كل شوية. مفروض ان احنا نضع حل نهائي للموضوع القضية الفلسطينية، مفروض. الكلام ده انا اعتقادي هو جاي منين؟ جاي من نتيجة ان مصر النهاردة بتمتلك تفويض قوي من الاطراف الفلسطينية، من كافة الاطراف الفلسطينية انها تتحدث بهذه اللغة. فدي اول مرة. ثانيا، مصر النهاردة بنشوف احنا اخر حاجة عشان يعني لا نطيل الحديث على المشاهد، مصر النهاردة سيادة الرئيس السيسي كل اللي شفناه من خراب دائما بيتخلف الحروب. مصر النهاردة أول دولة على مستوى العالم وأول دولة عربية يساعد سيادة الرئيس السيسي ويطلق مبادرة اللي هو تعويض، احنا هنقوم بإعادة إعمار لغزة في حدود نص مليار دولار، دولار بمعنى 8 مليار جنيه مصري تقريبا. ده رقم مش سهل، 8 مليار في مصر وسط انها مصر النهارده بتعاني من ضائقه ماليه، الا انها لم تتراخى ولم تتوانى عن مساعده الشعب الفلسطيني ب 8 مليار. خلي بال سعادتك، 8 مليار ده رقم مش سهل، هو صعب بالنسبه للميزانيه العامه رقم بسيط لكنه مش سهل. يعني اللي انا عاوز اقول لك عليه، موازنه محافظه سوهاج على سبيل المثال عندنا احنا في الدايره، عندي موازنه محافظه من طمر الباليه، محافظه فيها كذا 16 مركز واسم، كانت موازنتها السنوية 497 مليون مليون. فلما احنا نتبرع بكل هذا القدر، ده شيء لابد انه يوضع تحت الاعتبار ويتحط تحت منه يدخل. طيب سيادة اللواء، قبل يعني ما نخرج من الموضوع بتاع القضية الفلسطينية، يمكن الضغط المصري والمفاوضات المصرية كان لها أثر على الشارع الإسرائيلي، يمكن في انقلابات في الشارع الإسرائيلي، تحرك السياسيين، آراء بتندد بتقول ان الدولة المصرية باتت ان هي خطرا علينا في المنطقة، يعني الاراء السياسية. فندم، شوف الرأي العام الاسرائيلي النهاردة برضو ما زال منقسم، يعني هناك الكثير من داخل الرأي العام الاسرائيلي. طب ثواني يا ست ليو، نطلع فاصل ماشي. رجعنا لكم بعد الفاصل من برنامجكم الرأي الآخر مع ضيوف الكرام السيد اللواء ممدوح مقلد والدكتورة شاهناز عطية. بس أخذ اتصال هاتفي. الدكتورة ندى سلام، مدرس القانون الجنائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. مساء الخير عليك يا أسعد. مساء الخير يا فندم عليك. مساء الخير وعلى ضيوفك كمان. الله يخليك يا فندم. وكل السادة المشاهدين اهلا وسهلا بيهم، وكل سنه وانتم طيبين كلكم وكل الكاست اللي شغال معاك. وانت طيبين يا فندم. دكتوره ندى، احنا بنتكلم في موضوع الحلقه عن التحول الرقمي ورؤيه مصر 2030 في الفتره المقبله، فبما انك يعني دكتوره جامعيه، رؤيه حضرتك لمصر 2030 في مجال التعليم. بصي أسعد، هي أول حاجة استراتيجية مصر الرقمية 2030 كانت بتستهدف تحويل كل مؤسسات الدولة إلى المنظومة الرقمية. كمان جت علينا في العام الماضي أسهمت جائحة كورونا في الإسراع بمعدلات التحول نحو الرقمنة، بشكل إن هو وضع جامعتنا في صدارة جامعات الجيل الثالث الأكثر تطور وقدرة على التعاطي مع متطلبات عصر المعلومات.
طبعا بسبب الجائحة كان من الضروري سرعة الاتجاه نحو التعلم الرقمي في الجامعات، وتوقف الدراسة العام الماضي كان فرصة للتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد. والتعليم الإلكتروني ده كمان وجد تفاعل كبير بين الطلاب، والواقع اللي بنعيشه جعل الجامعة المصرية كانت حدث لها تطور وتحولات رقمية، لأنها تبنت مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات ورقمنة كل الخدمات. طبعا إن كل جامعة لها خطط للتحول الرقمي للحد من الفجوة الرقمية. كمان عايزة أضيف يا أسعد إن التعلم أو التعليم الرقمي بيعمل على نشر ثقافة التعلم والتدريب الذاتي وإعداد الأفراد للمستقبل، نشر الثقافة التقنية، وكمان بيزيد من فعالية وقدرة المتعلمين، بالإضافة لسهولة الوصول لأعضاء هيئة التدريس طبعا في أسرع وقت. وكمان التعليم الرقمي ده كان من أهم مداخل التطور والجودة، وأن النظام الهجين اللي هو كان بيجمع بين المحاضرة المباشرة والمقرر الرقمي ده أحدث أنظمة التعليم في العالم، وده أنه هو بيتيح أنماط عديدة لنقل المعرفة، وكمان في وجود نصوص مكتوبة لكل محاضرة واسترجاعها، وبيوجد مقررات رقمية مضاف إليها الشروح وروابط بتنقل الطالب لعروض فيديو وصوت ومقالات علمية وأبحاث. كل ده بيسهم في إثراء المادة العلمية وتوفير مصادر أفضل للمعلومات. طيب، أشكر الدكتورة ندى سلام، مدرس القانون الجنائي بالأكاديمية العربية علوم والتكنولوجيا. بس قبل ما أرجع للست لو ممدوح مقلد، حابب أن أنا أبدأ مع ضيفتي الكريمة الدكتورة شهناز عطية. يمكن إحنا لسه بنتكلم في المداخلة اللي فاتت عن رؤية مصر 2030 في التعليم الجامعي، ويمكن شفنا مجلس الوزراء أمس يمكن أصدر قرار، جامعة القاهرة كلية الإعلام، يمكن الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام نددت بإنشاء واقتراح قسم للإعلام الرقمي. تعليقك يا دكتورة شهناز. في البداية طبعا بحيي حضرتك وبحيي سيادة اللواء، وبساند يعني بحيي طبعا مساندة الرئيس الكريمة الرائعة اللي على مستوى العالم طبعا أبرزت دور مصر الإقليمي الجديد اللي بياخد تحول في مسيرته، تحول في قدراته، وتحول كمان في توجهاته نحو طبعا المساندة، وده طبعا من ثوابت السياسة المصرية مساندة القضية الفلسطينية. ولكن عاد إلينا الرئيس السيسي العظيم طبعا الدعم المادي والدعم القوي جدا اللي جعل من يعني الأطراف الأخرى زي مثلا الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر تجاه حق الفلسطيني في الحياة. يعني أنا كنت ملاحظة أن يعني الموضوع حق الفلسطيني في الحياة كان مستنكر من قبل يعني جماعات كثيرة أوروبية، يعني كان الحقيقة الانتهاكات الإسرائيلية الموجودة سواء في الضفة أو في غزة انتهاكات رهيبة جدا. وطبعا المسجد الأقصى ملك كل المسلمين، ومش بس مصر، ملك كل العالم الإسلامي. وطبعا يعني في شهر الكريم، شهر مبارك رمضان المبارك، لما يدخل الاحتلال بهذه يعني غاشمة، قوة غاشمة طبعا، فأدت إلى يعني التفاقم الوضع في الأراضي العربية المحتلة. دور مصر الإقليمي كمان أخذ محاور على مستوى العمق الاستراتيجي سواء في ليبيا أو في السودان، برضه في مساندة رهيبة من قبل الرئيس لحق السودان في أن هو يكون أراضي موحدة وعدم الجور على المساس بحدوده من قبل أي أطراف أخرى. بالنسبة للتحول الرقمي، أنا طبعا برضو بشكر الرئيس على المجهودات العظيمة اللي قايمة في مصر، اللي جعلت من مصر فعلا يعني بتاخده بشكل جاد جدا اتجاه انها تكون نمر اقتصادي، وايضا اعاده القوه الاقليميه والاقتصاديه لمصر من خلال طبعا البنيه التحتيه التي يعني يهتم بها الرئيس السيسي، سواء بنيه تحتيه في مجال الاستثمار في البنيه التحتيه على القطاع الصناعي او القطاع الزراعي او قطاع المعلومات. ايضا الرئيس
طبعا كمان نتكلم بشكل مباشر مع شركات الاتصالات المصريه بشان الانترنت وسرعه الانترنت، ويعني ما هي مشاكل المعلومه، يعني طبعا البيئه المعلوماتيه او البنيه التحتيه المعلوماتيه في مصر. التحول الرقمي اصبح تحول يعني لابد منه، اصبح يعني ضروره حتميه وفعليه لابد منها. فكما كانت الثوره الصناعيه اللي قامت في انجلترا الاولى واللي ادت الى طبعا الانفرادات الكبيره جدا في الحجم والتجاره العالميه اللي اصبحت دخلها يتخطى 800 مليون جنيه استرليني عام 1915، ده كان يعني انجاز رهيب للثوره الصناعيه والاتخاذ خطوات تجاه الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي. اعقابه ثوره صناعيه اخرى، اعقابه ثوره تكنولوجيه الثالثه، واحنا دلوقتي في الثوره الرابعه. الثوره الصناعيه الرابعه اللي احنا فيها دي ثوره المعلومات، طبعا فيها الذكاء الاصطناعي، فيها مفاهيم جديده، انترنت الاشياء، فيها يعني آليات ومسببات الصناعة المصرية. كمان القطاع الخاص يعني لازم ان هو يواكب هذا التحول الرقمي. انا طبعا بشكر حضرتك جدا على انك اخترت هذا الموضوع، الموضوع ده مهم جدا. كمان احنا دلوقتي الحكومة بتتخذ سياسة في اعادة هيكلة المشروعات الخاصة او العامة، فطبعا احنا بنرشدها ان هي لما تيجي نعمل اعادة هيكلة لهذه المشروعات لازم ان احنا نتخذ القادة الذين عندهم قدرة على 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 فرض الأستاذ الدكتور شهناز، مداخلة تليفونية الدكتور ياسر شحاتة أستاذ الموارد البشرية والتنمية المستدامة بالجامعات المصرية. اتفضل يا دكتور ياسر. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بضيوفك الكرام وبالساده المشاهدين. دكتور ياسر، احنا معانا من الضيوف الكرام السيد اللواء ممدوح مقلد مساعد وزير الداخليه الاسبق وكيل لجنه الدفاع والامن القومي الاسبق، والدكتوره شهناز عطيه باحثه في الاقتصاد واعلاميه وصحفيه. الاسئله اللي اطرحها على معاليك فكره التنميه المستدامه والموارد البشريه في التحول الرقمي ومواكبه العصر الحديث لرؤيه مصر 2030 يا دكتور ياسر. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا بشكر حضرتك جدا على المداخله دي. الله يخليك يا فندم. على التنميه المستدامه، انا كاستاذ جامعه وكان الدكتوراه الخاصه او رساله الدكتوراه بتاعتي كانت في التنميه المستدامه، وازاي ان انا اعمل تنميه مستدامه للمراه من خلال المراه، واعمل تنميه مستدامه للعنصر البشري من خلال العنصر البشري، وهذه هي الفلسفه. تمام. اتكلم مع حضرتك على التنميه المستدامه، تلبيه احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الاجيال المستقبليه، وازاي الانسان يعيش مع الطبيعه وليس على حساب الطبيعه، ده امر. الامر الثاني اللي بيخص الشان المصري تحديدا، انا محتاج اعمل تنميه مستدامه. الكلام ده كان في النصف الثاني 2014، كان على الدولة المصرية، وده تم اتخاذه بالفعل، ان ازاي تقيم الوضع الراهن. اولا حضرتك محتاج تخطط، محتاج هدف، ايه الوسيلة اللي هتوصلني لهذا الهدف. اتكلمنا عن 2030، محتاجين في كافة المحاور، اقتصادي اجتماعي بيئي، الدولة المصرية وفي حداثة في الفكر المصري في هذا الوقت وفي هذه المرحلة الفارقة للدولة المصرية في ظل التحديات الكبيرة التي لم تشهدها مصر من قبل، أكثر من 13 تحدي، لكن المداخلة لا تسعنا، لكن أنا هتكلم وخص أربع أمور رئيسية. إحنا كنا محتاجين إيه وعملنا إيه، ومحتاجين التحول الرقمي في إيه، وإيه التحديات واستعداد الدولة من هذا المنطلق أو لهذا المنطلق إيه. أولاً يا فندم، حضرتك عشان تعمل تنمية مستدامة لازم تشتغل على أربع أمور رئيسية، أولهم توسيع حجم الاقتصاد، بعد كده تتكلم عن الشراكة العالمية والمحلية، بعد كده يا فندم تكافح فساد، الامر الرابع والمهم ان ازاي حضرتك تنمي العنصر راس المال البشري، وده اصل محرك لكل الاصول الماديه. ازاي الدوله المصريه في النصف الثاني 2014 اتكلمت على توسيع حجم الاقتصاد، اتكلمت يا فندم ونفذت واشتغلت على ثمان محاور رئيسيه. اتكلمنا على المشروعات القوميه، كان اهتمام سياده الرئيس والقياده السياسيه عندنا في الدوله المصريه، وانا بأؤكد ان البطل الحقيقي لمعركه البناء والتنميه والرخاء للدوله المصريه هو المواطن المصري، هو اللي بينفذ هذه الامور. بدا يا فندم عشان نوسع حجم الاقتصاد اشتغلنا على البنيه التحتيه،
اشتغل حضرتك على البنيه التحتيه هي العمود الفقري للتنميه المستدامه. بدانا في المشروعات القوميه ومردودها، بدايه من محور المشروع القومي لمحور قناه السويس والمناطق الصناعيه واللوجستيه الجديده، نهايه بحزمه مشروعات بناء الانسان المصري، مرورا بتنميه سيناء وازاي الدوله المصريه عملت بشر وشجر وحجر داخل سيناء، وكمان الطرق والكباري، الاسكان، المدن الاداريه الجديده، الكهرباء والطاقه والاسكان وازاي تحدي العشوائيات. اخص بقى بمداخله النهارده التحول الرقمي. هل تعلم حضرتك بعد 10 سنوات من الان من هذا العام سيفقد 2 مليار فرد على مستوى العالم عملهم؟ هل تعلم ان بعد 35 عام من الان من هذا العام سينكسر الشكل الصناعي تماما للقرن العشرين وواحد وعشرين؟ انا يمكن سمعت ومتابع لا 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 ضيفة حضرتك الكريمة بتتكلم على الثورة الصناعية الأولى والثورة الصناعية الثانية والثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الرابعة. شوف يا فندم، الثورات الصناعية أولى وثانية، إحنا وأنا أستاذ لإدارة الموارد البشرية كان الأهم يعني أنا ما كانش عندي بيبقى فيه وقت، أو الراجل اللي أنا حضربه بياخد وقت، لكن النهاردة في ظل التحول الرقمي، في ظل الذكاء الاصطناعي، في ظل المكن بيكلم بعضه، في ظل انترنت الاشياء، لابد وعلى الدوله المصريه وهذا الامر اتخذته في اعتبارها ونفذت بالفعل. ويمكن حضرتك بتشوف فخامه الرئيس بيفاجئنا بامور قبل ما بيتكلم فيها بتكون اتنفذت وبيهتم بادق التفاصيل. طب احنا عندنا تحدي الاول لما اتكلم على التنميه المستدامه، عندي ركنين في منتهى الاهميه لا يمكن التغافل عنهم. ركنين، الركن الاول تراكم راس المال سواء داخلي او خارجي. ده قصته ايه؟ قصته ان انا بجمع اموال دون الصوره او الركن الاخر للتنميه. ايه هو؟ الانتاجيه، معدل الانتاجيه. لو انا يا فندم اهتميت بتراكم راس المال فقط، يبقى هيحصل معايا زي اللي حصل في 2010 من 2000 ل 2010. الملخص والخلاصه ان انا لابد ان يبقى في تواصل. طيب دكتور، دكتور ياسر اتفضل. استاذنك يا فندم بس نظرا لضيق الوقت، نتمنى ان حضرتك تكون ضيف طبعا معانا ونتكلم عن التنميه المستدامه والموارد البشريه والتحويل الرقمي. اشكر الدكتور ياسر شحاته استاذ الموارد البشريه والتنميه المستدامه بالجامعات المصريه. بس اعود برضه في عجاله سريعه، اعود بس في عجاله سريعه بس للاستاذ اللواء ممدوح مقلد. يمكن لسه احنا بنتكلم عن التحول الرقمي، التحول الرقمي من وجهة نظرك لوزارة الداخلية، تعليقك يا سيادة اللواء. لا، هو التحول الرقمي وزارة الداخلية هو لم يبدأ من اليوم، وزارة الداخلية بدأت في التحول الرقمي بتاعها منذ سنوات طويلة. باختصار شديد كده عشان المشاهد نفسه، لأن ممكن يكون كلمة التحول الرقمي دي ممكن تكون لدى المشاهد مش كلمة غير مستساغة أو غير مفهومة على بالسرعة المطلوبة، غامضة ما زالت غامضة لدى الكثيرين. يعني هو الاعتماد على التقنية الحديثة، معناها كده نقدر نقول عليها بكده يعني، وبالذات في اعمال يعني في الداخليه بالنسبه لاعمال الكشف. يعني احنا النهارده بنبص نلاقي وصل التحول الرقمي الى في وزاره الداخليه بالنسبه للضابط اللي في الشارع، ان ممكن يستوقف اي حد ماشي في الشارع ومجرد ياخد اسمه وبياناته، بنبص ليه بيكشف بجهاز اصبح النهارده في ايده، يقدر يعرف الشخص اللي قدام منه ده بالظبط تحديدا، عليه معلومات جنائيه، معلوش معلومات جنائيه، عليه احكام، معلوش احكام، ما شابه من هذا القبيل. احنا النهارده بنبص برضه بنلاقي ان في جميع مناحي في المرور، النهارده احنا كنا بنناقش حتى قانون المرور في الدوره البرلمانيه السابقه في لجنه الدفاع والامن القومي. احنا النهارده عاوزين نتحول الى دوله عاوزين نلحق الركب العالمي اللي بره بالنسبه للعربيات، الملصق الالكتروني كيف نستفيد بيه. احنا الملصق الالكتروني شبه ان احنا يعني شبه ان احنا انتهينا منه، يعني قطعنا فيه شوط كبير جدا. الاستفاده منه بقى دي، ده اللي هو لسه بقى الكاميرات اللي هيبقى موجوده في كل شوارع جمهوريه مصر العربيه من اسكندريه لاسوان، التقاط الرقم، التقاط المخالفه انها تروح للمواطن نفسه اللي سايق قبل ما يتحرك، قبل ما ينزل من عربيته تكون المخالفه بتاعته جات له، تقال له انك انت مخالف في الحته الفلانيه، حصل منك كذا 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 وعليك كذا. كل هذا البرنامج بكامله على بعضه النهارده احنا بص نلاقي ان وزاره الداخليه بتتحرك
بخطه واسعه جدا جدا، وبالذات في السنوات الاخيره بدات هذه الامور انها تزيد بشكل غير عادي. النهارده كل اجهزه الدوله في كل اجهزه وزاره الداخليه في الدوله بنلاقيها النهارده عندها موضوع الكمبيوتر، النهارده عنده وسرعه الكشف عن المعلومات، سرعه الكشف عن الاخطارات، سرعه الكشف عن المتابعات، ما شابه من هذا القبيل. امر اصبح يعني النهارده بقى متيسر، وما زالت هناك خطى كثيره ما زالت بتنتظرها وزاره الداخليه. واحنا يعني كنا يعني احنا انا عن نفسي شخصيا كنت تبنيت فكره كيف تلبى الموارد الماليه لوزاره الداخليه بهذا الشان من داخل قانون المرور، وكان ده مسار جدل كبير. اعتقد ان الدوله برضو اخطت خطوات كويسه فيه خلال هذه الفتره. اعتقد ان احنا اوشكنا على ان احنا ندخل هذه المعلومه المنظومه بكاملها محيز التنفيذ بالشكل اللائق، وان شاء الله ربنا هيكرمنا يا رب في الفتره القادمه. طيب سياده اللواء، انا شايف ان الدكتوره شهناز يعني محضره كتير للحلقه، وقت الحلقه طبعا لا يسعنا. رؤيه حضرتك يا دكتوره لمصر 2030؟ لا احنا جادين في خطى طبعا مواكبه التطور العالمي، سواء بالنسبه للتحول الرقمي او بالنسبه ل يعني الاقتصاد والاندماج في الاقتصاد العالمي طبعا بشكل رائع. احنا انا شايفه برضو يعني انا بقترح ان الحكومه طالما بتعمل هيكله في الشركات القطاع تبع القطاع العام لازم تدخلها في منظومه التحول الرقمي. كمان الواقع الافتراضي يعني الحوسبه المكانيه، الحوسبه المكانيه دي احنا بنفتكر ان هي يعني كتير المكانيه الميكانيكيه لا المكانيه 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 الحوسبه المكانيه دي يعني زي ما حضرتك بتلبس النضاره اللي هي الاتش ام دي اللي هي الافتراضيه دي بتستخدم دلوقتي في كل حاجه. يعني دي يعني بتدخل حضرتك تعمل تدريب وتثقل مواهبك وتعمل ان انت وتعمل عمليات جراحيه وتقدر ان انت يعني انا بعتقد ان التحول الرقمي وندخل كمان الاطر الجديده للتعامل البشري دلوقتي. يعني احنا ما بقاش الواقع الحقيقي ده هو ده مجال النشاط الاقتصادي، لا ده بقى فيه الواقع الافتراضي كمان. يعني مثلا في شركات عالميه بتعمل ايه؟ بتخلي المستهلك بيبقى بالموبايل طيب بتاعه بيخش على المنتج بياخد رقم معين. طب دكتور اخد مداخله تليفونيه احد المواطنين، الاستاذ اشرف، اتفضل استاذ اشرف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ اسعد؟ الحمد لله يا فندم. كل سنه طيبين. انت طيب يا فندم. انا طبعا انا برحب باللواء ممدوح مجلب طبعا، كل سنه طيب، وبوجه له الشكر بالنيابه عن قريه الزوق الغربيه ومجلس قروي الزوق الغربيه جميعا. تحت امرك يا حبيبي. اللواء ممدوح مجلد كان ليه دور كبير معانا في انشاء مدرسه اللغات بالزوق الغربيه. معاك يا فندم. احنا والوحده سمعنا استاذ اسعد. سامعك يا فندم معاك. تمام عليك. كان ليه دور كبير طبعا معانا في انشاء مدرسه اللغات بالزوق الغربيه والوحده الصحيه، في تجديد الوحده الصحيه. أنا بوجه له كل الشكر اللي هو ممدوح مجلد على تدخلاته السريعة والله، وكل أهالي سوهاج بتوجه له الشكر وبقول له كل سنة وأنت طيب بالصحة والسلامة وكل عام وأنتم بخير. شكرا. أشكر الأستاذ أشرف، بس أنا شايف برضه ضيق الوقت عامل لنا كعبلة في الحلقة، رغم إن الحلقة النهاردة دسمة وفيها مواضيع في غاية الأهمية. بس عايز قبل ما أرجع للدكتورة بس يعني يمكن في تهنئة أنا أغفلت إن أنا أقولها يمكن في بداية الحديث. احنا عندنا الاستاذ محمد سلامه رائد الاعمال والمنسق التسويقي للبرنامج يمكن بيهني الاستاذ جمال عبد الحافظ بعيد ميلاده ويتمنى له دوام الصحه والعافيه. نعود برضو في عجاله للدكتوره شهناز. طبعا كل عام وهم بخير يعني الجميع بخير. واحنا بنتكلم على الواقع الحالي الواقع العالمي بالنسبه للشركات كمان المصريه، الشركات القطاع الخاص، وفي ظل جائحه الكورونا اتخذت من الانترنت والرقمنه برضو مجالات للتسويق، مجالات لخدمات خدماتها عبر الانترنت وكده، انما لازم تدخل في منظومه التحول الرقمي. يعني تعمل يعني
بتحول النموذج أعمال المؤسسة لنموذج رقمي أو تقنيات رقمية. تقنيات رقمية دي بتساعدها في تقديم الخدمات أو تصنيع المنتجات أو تسيير كمان الموارد البشرية. تسيير يعني دي بتقلل كمان من حجم الفاقد في الوقت، المراقبة على العمل. الذكاء الاصطناعي بيدخل كمان بشكل طيب رائع في المنتجات. يعني في بعدين في حاجة مهمة جدا، كوفيد 19 أتاح لنا فرصة برضو لأن احنا نعيد اكتشاف أنفسنا من خلال طيب الابتكار. أستاذ نضيف الكرام طبعا برضو نظر لضيق الوقت، شكرا وللقاء آخر في برنامجكم رأي الآخر. بس قبل ما ننهي أشكر السيد اللواء ممدوح مقلة الضيف الكريم، وأشكر الدكتورة شاهناز عطية ضيفتي الكريمة. شكرا وإلى لقاء آخر، سلام الله عليكم.